أقول هذا لأنني ذهنت عندما أهداني وأنا في إسلام أباد الدكتور أليف الدين الترابي شخصيا يدا بيد أهدى لي مؤلفاته. والدكتور أليف الدين الترابي هو المنظر والقائد السياسي والعسكري لجهاد مسلمي كشمير ضد الاحتلال الهندي. وأخذت معي كتبه فقرأتها في الطائرة كتيبة صغيرة. كتاب عنوانه مطامع الهندوس في بلاد المسلمين. وكتب الرجل لأنه يعيش في كشمير ويقاتل في كشمير ويتحرك بين باكستان والهند هي كتب تتحدث في الواقع وهو يتقن اللغة الرسمية في الهند ويقرأ بها. تخيلوا أن الهندوس واضعين مخطط يدربون عليه ملايين من شباب الهند في المخيمات الصيفية. الحزب الحاكم وحده وهو حزب بهارتا جماتيا ينظم أكثر من 600 مخيم صيفي على مدى 70 يوما. لا يقل أي مخيم عن 10,000 شاب أي 600,000 كل صيف. يدربون على خريطة عاصمتها مكة وتدار فيها الكعبة ليس باسمها الكعبة المشرفة وإنما بيت الإله راما، وخريطة للإمبراطورية الهندوسية التي تمتد امتدادا دينيا وهي تمتد من غرب مصر إلى غرب الصين وتمتد من بلاد الأران في روسيا إلى مالي. ويزعمون أن الإرارام كان يحكم كل هذه الأرض وأن المسلمين اغتصبوها منهم، ويزعمون أن الكعبة بيت الإله راما سرقه المسلمون وصبغوا باللون الأسود وكان لونه أحمر وغيروا اسمه، وزعموا أن المسلمين سرقوا منهم عقيدة العبادة ونسبوها إلى الله عوض راما، وسرقوا منهم الحج لأنهم أيضا يطوفون، وسرقوا منهم الإحرام هم فقط يلبسونه أحمر وإن يلبسوا أبيض. وهناك مخطط ضمن هذه التدريبات لإرسال أكبر قدر من هؤلاء الشباب بعد نهاية التدريب الصيفي ليشتغلوا عمال وسواقين في الخليج. وفي الكتاب تعاليم عن ما يراد لهؤلاء الشباب أن يفعلوا في السعودية والإمارات. يقول له احرص إذا دخلت إلى أي بيت في الخليج وأنت شاب وفحل وسيم أن تتقرب إلى صاحبة البيت أو ابنتها، فإنك كلما نجحت في أن تزرع نطفة هندوسية في بطن مسلمة فذاك تمكين لإله راما في إمبراطوريته المستعادة. ثانيا، كن ضمن شبكة توزيع المخدرات والمخدرات الصلبة لتدمير المسلمين في قلب معبد الإله راما. ثلاثة، اشتغل وتحول من عامل إلى تاجر لكي تمكن الاقتصاد لإله راما في بلاد المسلمين. وبقيت لديكم موضوع كلهم هكذا، كن جاسوسا للدولة الهندية على السعودية والإمارات والكويت. هالشي راه بالوثائق ما كاتبهمش باحث دار الدكتوراه في الهندوس، لا، رجل يقاتل بالسلاح في كشمير ميدانيا ضد الدولة الهندية.